الجيرات للحصول على أحد الميداليات في هذه المسابقة. يستعد إذن المتسابق الكوبي، يستعد يركز، يحاول أن ينجح في هذه المحاولة ويدعو الجمهور إلى التشجيع ولا تحفيزه حتى يتقدم ويحقق أفضل رقمه في المرتبة الثالثة، 17 متر و36 سنتيمتر، وهو رقم جديد بالنسبة لهذا الموسم للبطل الكوبي الذي يتقدم ويحاول أن يحسن رقمه الحالي. أعتقد أنه بقي في نفس المستوى، لم أقل أقل، ليس سعيد وليس راض عن هذه المحاولة. جيرات إذن يبدو أنه هو سيصعد منصة التتويج بعدما صعد قبل هذه المناسبة في فرنسا وأحرز ميدالية فضية. محاولة السادسة الأخيرة في هذا النوع من أنواع ألعاب القوى، إذن ميدالية فضية ربما للعداء الكوبي، كانت أحسن محاولته و36 سنتيمتر، بينما الفرنسي في المرتبة الثانية هو أيضا يريد المحافظة على المرتبة الثانية التي قد تعطيه الميدالية الفضية. الفرنسي تمجو 17 متر و50 سنتيمتر، المحاولة الأخيرة بالنسبة للفرنسي تمجو. يتقدم واعتقد أنه حقق مسافة جيدة تمجو فعلا. إذا كانت المحاولة موفقة تمجو قد حقق وتبة قوية جدا لم تعطي المركز الأول، هو سعيد بذلك لأن المحاولة الأخيرة كل الذين حاولوا كانوا أقل منه، ربما هذه وتبة تعطيه الميدالية الذهبية. سعيد بذلك، إذا السعادة تغمره، يبدو أنه حسم الموقف في الوتبة الأخيرة. إذا تكتيك جيد، 17.90 ورقم قياسي عالمي. يا سلام. إذا يعني هذا ما كنا نتمناه نور الدين. في آخر يوم تمكنت إذا ألعاب البطولة العالمية للدوحة 2010 داخل الصالات، الفرنسي تمجو ينجح إذا في تحقيق رقم قياسي عالمي جديد، 17 متر و90 سنتيمتر في آخر وثبة، ويتمكن إذا من تحطيم رقم أليسير أوروتيا من كوبيا، والذي كان منذ 1 مارس 97 وكان 17 متر و83. إذا رقم قياسي جديد في الوثب الثلاثي، ختام ومسك. إذا المسك جاء من فرنسا في مسابقة الوثب الثلاثي، هناك محاولة يقوم بقفزة أكثر من ذلك إن استطاع، يكون هو صاحب الرقم القياسي. ولكن إذا ننتظر، هذا يوندري بيتانزو من كوبا يحاول تحطيم الرقم القياسي العالمي في هذه المسابقة التي تحقق قبل لحظات. لم يصل للخط الذي يشير أنه رقم قياسي، والفرنسي بدأ يحتفل دون انتظار يعني وثبة المتسابق الكوبي. الناس يعني اعتبر الناس يقومون بمحاولات مع في الموسم كل اللي يحطم رقم، فما بالك في مسابقة طبعا واحدة. إذا فعلا الأمر حسم ربما. الميدالية الذهبية ورقم عالمي جديد في للفرنسي تمجو في هذه البطولة العالمية 13 الدوحة 2010 في قاعة سباير. تمجو في آخر محاولة يتمكن من تحقيق 17 متر و90 سنتيمتر، والرقم القديم كان 17 متر و83 سنتيمتر، كان يملكه الكوبي أليسير أوروتيا منذ 1 مارس 97 وحققه في مدينة سيندلفينغان في اللحظات الأخيرة. أجمل الأشياء، ومسك الختام كان بصراحة برقم قياسي عالمي طبعا. تحدث سهيل عن الأرقام القياسية، تحدث الرقم وجاء الرقم القياسي، استجابت البطولة وكان الرقم القياسي، وشاهد فرحة تمجو مع أحد المتسابقات الفرنسيات وإعادة المحاولة، وشاهد ما عندما لم ينظر إلى مكانه وعرف أنه اجتاز الخط الذي فيه الخط الذي بالنسبة لكأس العالم تطلب منه. هذه أعتقد أحد المتسابقات، ربما أحد من العائلة من عائلة تمجو، وتعبر عن فرحتها بهذا الفرح. إذا الرقم قياسي عالمي جديد في البطولة العالمية داخل الصالات الدوحة 2010 تحققه فرنسا عن طريق هذا المتسابق. مفاجأة. هنيئا إذا له، وهنيئا أيضا للدوحة بهذا الرقم القياسي العالمي الذي يتحقق في هذه البطولة العالمية. إذا هذا هو الرقم القياسي الجديد، 17 متر فاصلة 90
كان الفرنسي غير مرشح لانتزاع ميدالية، ولكن في ألعاب القوى المفاجآت حاضرة والتسويق يكون حاضرا إلى غاية آخر أنفاس أي مسابقة، تماما كما هي كرة القدم، يعني حتى صافرة الحكم وهذه المسابقة حتى قبل نهايتها بقليل استطاع الفرنسي أن ويتلقى التهاني من مجموعة من الناس. هناك بعض العرب، هادو بعض الحكام العرب الذين شاركوا خلال هذه البطولة يهنئون.